الجمعيات لها دور أساسي في مكافحة الفساد ومكافحة كل الظواهر السلبية من خلال نشر الوعي وتحسيس المواطن للوقاية من هذه الظواهر، وأيضا من أجل اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها أن تحد من هذه الظواهر السلبية. اليوم أعتقد بأنه المجتمع المدني في الجزائر قد اكتسب مكانة هامة بفضل دستور 2020 الذي مكنها من أدوار أساسية، ومن أيضا بإنشاء هذه الهيئة، هيئة المرصد الوطني للمجتمع المدني. ونحن نعمل اليوم على تثمين كل المبادرات الإيجابية وتشجيع كل الجمعيات الفاعلة التي لها برامج ومشاريع هادفة تقدم خدمة حقيقية للمواطن وللمجتمع. وبالتالي اليوم هذه الديناميكية الجديدة جعلت يعني من الكثير من الجمعيات التي لم تتمكن من مواكبة هذه الديناميكية، والتي لم تستطع من التخلص من كثير من الممارسات السابقة، لم تستطع اليوم مواكبة هذه الواقع الجديد المجتمع المدني. هذا الشيء يجعلنا متفائلين بأنه المجتمع المدني يخطو خطوات إيجابية.